كانت هوايتي بالخيل من الصغر، لكن بسبب وجود داعش سكر نادي الفروسية عندنا. بعد التحرير من داعش رد فتح نادي الفروسية محافظة الرقة، ورجعنا مارسنا هوايتنا، وهاي والله هواية وكان تشجيع من الأهل والأصدقاء. بال 2019 وبلشت أتدرب هين بالخيول شوف هسه الخيل علاقة زينة، وحصان حتى حصان يفهم على الخيال اللي بده يركب، وحصان يحبه حتى الخيل تفهم على أصحابينا. اليوم أنا والله أجي هنا الصبح من الساعة 8 إلى 11 بالخيل أتدرب، وأروح من الساعة 4 العصر للستة على الدراسة. الحمد لله، يعني اليوم عندنا جواز، مو بس أتمنى لكل فارس بشمال شرق سوريا إنه يكسب جواز ويشوف الكؤوس. اليوم أنت ممكن تاخذ مركز أول، شاركت في 30 بطولة على مستوى شمال وشرق سوريا، منهم محافظة الرقة، ومنهم بدير الزور، وبالحسكة، وبالغامشلي. الحمد لله حققت 15 مركز أول وأربع ميداليات. المراكز الأول طبعا اللي هن كؤوس، ميداليات طبعا هن مركز ثاني أو ثالث ميدالية. وشاركت بدير الزور والحسكة ورفعت اسم الرقة الحمد لله. طموحي إني أصير فارس، اني اصير فارس دوليا مو بس بالشمال وشرق سوريا.